معكم محبينا، شكرا على محبتكم على وفائكم جديد. وكيف ما كتعرفوا دائما انه فقرتنا الماليه تتخذنا لعالم الجمال الطبيعي. اي حاجه احتاجيتوها على الراس والعين، حابين تواصلوا مع خويا فتح شاب دائما تبارك الله بدك الاناقه ديالو الجميله والنشاط ديالو. اليوم جايني عتي ما شاء الله عليك، شخبارك؟ صحيح لاباس، كيف بقيتي من بعد؟ لا سميه اللي عوينات وزوينين وحلوين الله يشعلوا، اش يشوف درقه تبان ليه ورده. لا بصح اليوم ما نخبش عليك، اليوم الجمال تاع اليوم. شوفي كاين ملي كنهضروا دائما على الاطلاله تنقولوا لك ثاني ديلات تنقول حتى الاسقاط بحالاش. انا البارح بقيت دايع في الانستغرام، بديت من الموقع ديال ام اف ام وانا غادي دايع في فيديوهات واحد دخل على انستغرام واحد يلحق لواحد، توصلت الفيديوهات ديال الزياره وديال العوده المنتخب المغربي والاستقبال ديالهم وديك الاستقبال الشعبي الجماهيري العجيب الرائع الرائع صراحه. داك الشيء وشو سبحان الله العظيم، لدرجه ان واحد الصحفيين خارج، هادشي ما هضرش على المغاربه، انا كنهضر على خارج المغرب، معلقين ومدونين وصحفيين ويعني والناس مؤثرين، داروا الفرق ما بين الاستقبال الجماهيري اللي داروه الارجنتين وما بين الاستقبال الجماهيري اللي داروه المغاربه. وصراحه احنا اللي دينا كاس العالم عباد الله، والله الا احنا اللي دينا، ترى شي كتعطيهم شي فوضى وشي هلاله وطيح اكثر من نايض، والعباد ضرب الكابليات تاع الضو والروينه وعباد كتلاح فوق القناطر كتلاحوا عليهم. راك في المغرب سيدي الله يهديك، راك انت في المغرب. اجي واحد حاجه، راه واحد الحاجه عندنا راه قليله باش تلقاها في بلاصه اخرى، هاتي باش تسر سيدي من العدوتين ديالنا ديال الرباط وسلا وفيك الجماليه ديال التراث والحضاره تاعك. وداك الشيء حلو يا الزقعه، داك الشيء راه واعر. اجي ما تشوفيش بعين مغربيه، ما تشوفيش بعين مغربيه، شوفي بعين من خارج المغرب. صح. والله هذاك الشيء عندنا السر والملح تبارك الله عليها في حظها. صافي اجي لك يا رب بعد عليهم العين. خويا فتح الشام احنا غاديين ياك ان شاء الله نكملوا حلقتنا هذا الاسبوع، هذا الاسبوع في الخضروات والخضار والفواكه. احنا دوزنا ما قبل دوزنا النواشف، ملي نقول نواشف يعني كتم غادي اي حاجه ناشفه اللي سهله تطحن وناشفه نديروها كماسك، هذيك النواشف. دابا دخلنا الحاجه الطازجه، شفت لك القفه، القفه الخضر ولقوا فيها كذلك الفواكه. من بعد ان شاء الله راه غندوزوا كذلك الزيوت، ومن بعد الزيوت غندوزوا كذلك الاعشاب. حيت بحال هذا نقولوا العنايه ولا العلاج مثلا، خصوصا بخصوص صاحب الشباب حنا فيه دابا، راه كاين طرق كثيره وكثيره 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 متفرقه اللي لقاوها سهله واللي لقاوها موجوده يقضيو بها. حنا عطيناهم في هذا الاسبوع هذا عطيناهم معلقه صغيره ديال الحامض، وكذلك تفاحه تكون بلديه صغيره، ومعلقه كبيره ديال العسل. هادشي يطحن كامل ودار كشغل البيخه كما قلنا. ملي نقول لهم البيخه يعقلوا مزيان ويفهموا، راه اللي هي العيله كيعرفوا البيخه. البيخه هي ملي كدير شي تخليطه ما كتصفيها ما كتغربلها ما كتعصرها ما والو، كتشدها العجينه وكديرها هي كتطبقها هي بحد ذاتها. كذلك هذه عاود عطيناهم كذلك عصير ديال الخيار وورق ديال القزبر، وكذلك معلقه كبيره صغيره ديال الخل التفاح. هادو كيطحن حتى هو كيدير شغل البيخه. هادو حوايج اللي كنديروهم هكا كاملين متكاملين يعني باليافهم كلشي اليوم. عاود عطيناهم ثاني كذلك عطيناهم الويفيرا، جيل ديال الويفيرا مع عصير ديال الليمون، ولو بغاو يزيدوا القوام قلنا لهم ما يديروا معلقه صغيره ديال الخرقوم او معلقه صغيره ديال الروز، حتى هادي يطحن كامل بحال شغل الكريم ويدير البيخه على الوجه. حنا باقيين في البيخ دابا، شنو نعطيهم؟ نعطيهم واحد الحاجه اللي رخيصه وموجوده في الدار وها هي كاينه، كاين الخس. نحتاج الخس على الاقل واحد الجوريقه ديال الخس، والخيار واحد نص خياره متوسطه ولا خياره صغيره، وغنزيدو معاها كذلك واحد خويز زوا صغيره، وهادي ما غنفوتوش معاها نص معلقه صغيره ولا معلقه صغيره ماكسيموم ديال عصير الحامض. من يقول الخس غديروا اسقاط. علاش؟ علاه هضرنا عليه البارح بالقزبر. القزبر يا لاله من بين الخصائص تاعو كيمتص السموم، ارنا هذا الخس هو ودعمه كذلك. راه في التغذيه كيعطي النضاره للبشره، وعلاش؟ كيلقاو غني بيتا كاروتين بحالو بحال خيزو، زائد انه كيمتص لنا السموم، كيمتص لنا كذلك المعادن الثقيله، وكيمتص لنا كذلك تلك الشوائب اللي كتكون في البشره. وكنقولوا دائما على البشره من يقولوا حب شباب تنقولوا راه التراكيب غريبه عجيبه على البشره، زائد ديك الدهون كلها كتتفاعل تعفن وكتعطينا هذيك الحبوبه. لهذا غنرجعوا معهم الوصفه، راه ساهله ماهله، كاين فيها لا الخس والخيار وكذلك الخيزو وواحد معلقه صغيره ديال الحامض. ما فيها لا يديك لا يخليك، جمعوها شويه 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 الله يجي ندروها جوريقه ديال الخس مثلا، واحد خياره صغيره واحد نص او نص خياره، واحد خويزوه صغيره ولا نص خويزوه متوسطه، ومعلقه صغيره. انا كتجيني ما فيهم صراحه المفاجات الرائعه، كلشي عشيه كلشي بحال شي الحيله، كلشي كيدور علينا. ربي يخليك، الله يعطيها الخير، زنوبه الغزاله، ربي يخليك بنتي.
المهم نزيدوا معايا القه صغيره ديال عصير الحامض وهادشي كامل يطحن ونديروه كالبيخه. البيخه ملي كنقولوا البيخه راه غير في موليتي هو ان نهزوه كامل كما هو ونزيله يتحط على البشره ديالنا ونخليوه الماكسيموم ملي كنقولوا البشره راه ربع ساعه راه كافيه شافيه ما نطولوش عليها بزاف. الا بغينا نتفنوا بغينا نحلقوا عليها هو هذيك البيخه نديروا بها ماشي غوماج بتعقلهم بعيد لا ديروا واحد التكنيك دائريه باش نديروا عمليه اختراق نساعدوا حيت قد ما حفزنا الدوره الدمويه المسام كتفتح طبقه الجلد ميته كتضمح تحيد. علاش راه قلنا عنصر مهم شنو هو مع القاص غادي يدخل التفاح ولقينا عنصر اخر حتى هو شنو هو اللي كيمتص وكيد محل الحوايج هو الخس ونديروا امتي ماساج خفيف دائم تدليك خفيف بسيط بسيط باش نديروا عمل اختراق وهادشي يتنفذ ديالنا لداخل. هادي من وراها اش كنديروا ماشي شوف ملي نقول من الوصفات اللي عطيناهم كاع ديال الخضر كلهم تدابير وحده من وراها كملت ربع ساعه كنمشيو الى لا عندنا حل من جوج يا اما نديروا كتانه نمسحوا بها والنسو بحالنا لقاتك شي اللي غيبقى راه ما فيه حتى مضره راه عصير ديال الخضر راه ما فيه حتى مضره كيبقى بالعكس تيبقى خدام عليك بالكامل. بغاو كانت عندهم شي عادات عفوا عندهم شي عادات او شي طقوس كيديروها مثلا شي كريم ولا شي حاجه ولا شي زيت ولا شي تركيبه صنعوا الرسوم كيديروها من الليل ولا شي حاجه مهم ولا بغات المهم بغات دير شي حاجه ديك الساعه تغسل وجهها بميه بارده وتنشف وجهها ديالها وتعيش حياتها عاديه. دارت كريم مرطب مزيان ما دارتوش مزيان ولكن في حاله ديال حب شباب حب شباب من الاحسن الا داروا هاد التركيبات هادو يحاولوا ما امكن غير يمسحوا هذيك البيخه اللي دروا على وجههم ينسحوا بشي كتانه وينسوا بحالاتهم لان البشره في هذيك الفتره ديال الحب شباب راه الدهون موجوده راه روبيني ديال الدهون انت تحبس من الفوق هي كتدخل من الداخل لهذا امكن وما نساوش ما نساوش راه كنبقاو في العلاجات كيجوني بعض النظرات بعض التساؤلات واخا نعطيو نصائح واخا نعطيو تراكيب واخا نعطيو بزاف د الحويجات راه واحد الحاجه شريها ما كانش التغذيه نقيه وزوينه وكنحاول ما امكن نفوتوا الحويجات اللي كتسبب لنا هاد الدهون وهاد لي غريس اللي كتخرج في البشره راه حنا كنعاونوا صح كنعاونوا في هذه وكنساعدوها وي كنحفزوا ديك الدهون كنكسيريوها لهذا نحاولوا ما امكن نقصوا من الدهون نقصوا من مشتقات الحليب والياغورتات والمسائل اللي فيها الجيلاتين واللي فيها كاع لي برودوي اللي كتكون ولا السكاطه ديال الحانوت ولا اي حاجه نقصوا منها قد ما كانت التغذيه صحيه وقويه راه كنحصلوا واحد النتيجه رائعه اول حاجه كنتهناو من هادشي اللي غيجي قدام ديك الساعه بدون نعالجوا داكشي اللي عندنا دابا ولهيه. طيب. مرحبا خويا افتح غادي نمشيو للستاندار معنا مكالمات غادي ناخذوا سيده امينه من مراكش ومن معنا عائشه من سيدي بنور. مرحبا. امينه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله اختي سميه تخبارك حبيبتي لاباس عليك؟ لاباس بيطه وعمرك الحبيبه الله يكبر بك. اللهم امين حنا وانتم حبيبتي تفضلي استاذي افتح هو معك تفضلي. سيدي فتاح لاباس عليك ربي يخليك كي داير مع صحتي لاباس الله يطول عمرك الله يكبر بك مكبر امين يا رب يا رب مرحبا. عافاك عندي واحد الطبعه فوق مناخري ديال سندادر. نعم واحد الطبعه فوق مناخري ديال سندادر طبعه فوق نيفها ديال المنظر كدير ديال المنظر اوكي زيد ديال المنظر اي هو ما خليت قاعد شيته تقول لي راه درتو ما بغات شي ليا شي واخا واخا شوفي هذيك البلاصه المنظر تحفرات ياك ولات كتبان بحال شي حفره لا لا غير محفره شي غير كحله هاك حله هي هو ساهله مهله ولكن لا كنتي غادير التدابير ولكن والحاجه المهمه هذاك الكادر اللي عندك ديال المنظر وسيري بدي انا كنديرهم كاع لا ولكن بلاتي الا كنتي كديري هذا الكادر تاع النظاظر مده طويله لانه لدرجه انه ديك درت تسبغ هذيك المنطقه غتكون اما الجوده ديال داك البلاستيك اللي مصاوب به النظاظر ماشي جوده مزيانه او لا كادر قاصح اكثر من القياس كيفورس هذيك المنطقه لدرجه انها داير التهاب. نعطيك مثال بسيط بحالاش بحال دوك الناس اللي كيرد لهم الدينار ديال الصلاه في جبهتهم شنو سبب داك الدينار هو ان داك اللي يجبها نعم اي راه هو هذا راه هي هذيك انا جيك هذاك الدينار سببه من انك نسجدوا كتكون البلاصه اللي كنسجدوا فيها تكون بلاصه حرشه حصيره ولا زربيه حرشه ولا شي حاجه مدوام يوم غدا بعدو ديك المنطقه كتركز فيها ماده الكيراتين هذه ماده الكيراتين هي اللي كتكون لنا الجلده القويه ديك طبقه الجلد ميته فوق وحده فوق وحده فوق وحده هي اللي كتعطيك ديك الكحوليه هذه عندك حاجه وحده هي هذيك راه هي هذيك نعطيك واحد النصيحه غتبدي تخسري شويه الفلوس سيري خذي النضيضرات ولا الكادر ديالهم خفيف ما محطوطش نهائيا على العينين كاع ولا محطوط غير على السيركل ديال الودن ودرجه ان الكادر خفيف. نعم اختي شريتهم عند مولات النضاضر ولكن ملي شريتيهم احكي لها المشكل راه هي غتشوف لك شي نضاضر ولا نضيضرات كيقولوا ما كاينش قاصحين ما تيحطوش كاع ما وخفاف ريشه ما فيهم لا كادر لا والو غير الزاج وخارج منه دوك المدينات ديال السنيك يعني ما نقولش لك خفيفين ولا تحطوه كتحطوه بشكل يعني خفيف. وغنعطيك بالنسبه للعلاجات ما غتفوتيش من غير قشور ديال البيض
قشور البيض راه هما احسن مقشر طبيعي تقدري توجديه. ولكن في الحاله ديالك انتيا نقول لك انتيا ونقول حتى الناس اللي مثلا العيلات عندهم شي حاجه في الرقبه ديالهم مثلا. نعم قشور البيض جمعوا سير بغيت لك رضا ودابا انت تم معاه انت معانا دابا انت بغيت لك رضا تقدري تجيبني العيالات ولا الرجال اللي يتواصلوا معنا ولا كيولي يتلاقى معاهم ولا كيهضروا معايا ويتواصلوا معايا تقول لي هذاك الشيء اللي قلتي راني درته حتى الراديو في الكوزينه انا ديما معاك سير بغيت لك رضا بحال هادو هادو ديالنا وما هادو سمعي هاتي غتجيبي قشور البيض غتكوني كرمتيه مزيان ما يبقاش ما يبقاش في الرطوبه نهائيا انا تبعي معايا وطحنيه باش تهنيه تطحنيه في الطحانه ديال العطريه تولي غبره فورس وديريه في شي قريحه ديالك اش غتولي تجيبي غتقلبي هذوك السليبات ديال ديال المسيو ديال الراجل اللي عندك السليبات القدام ديال تحت البيضين بحال هذوك غتجيبي السليبات وتقطعيهم كروات غتاخذي الطرف منهم تلوي على صبعك وتفزقيه بالماء وتغطسيه في قشور البيض وغتمشي لهذيك المنطقه وبغيتي تقومي بطريقه دائريه بشويه ماشي منقول لك تقومي تنوضي تفركي على جهدك لا بشويه حنا الهدف غير البيض واش اخر قشور البيض غير قشور البيض وطريف ديال القطن ديال الثوب ديال الثوب ديال القطن بحال ديال السليبات ديال الرجال ديك السماطي سليبات التريكويات عطاك الرضا قطعهم كروات وخبيهم كنوا باه زي واحد خشي صبعك في واحد ولوي عليه داك راه كتعرف الطريقه ملي كتبغي مسحو ماكياج بغي مسحو داك التراساج ديال العينين وشي حاجه كنديرو ظرف ديال الثوب كنلوي على صبعنا فزقيه بالماء وغتصيف في القشور البيض وسيري ديك الاماكن ماشي ديري حيت قلتها لك غتنوضي تبقاي توركي تطير الجلده لا سيري عاب شويه كنوا بعطي بلاصه لجهه هاد الجهه ديال اليمن وبشويه بصفه دائريه بتدور عاب شويه بشويه 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 وندوز ثاني للجهه الاخرى بشويه نبروسي انت باغي تحيديش ديك الساعه غير تحيد هادشي مع الايام مع الابان من القدام غير الا حيتي بالتدريج كتكون نتيجه رائعه اما الفرصتي عليه حيتي غير وقعت لتي هذيك المنطقه انا غنعطيك من بعدها اشنو خصك ديري من وراها ما غتفوتيش حاجه من جوج يا اما تجيبي خيزو تعصريه وداك الماء ديالو تمسحي به من وراها هاد مراها التقشير اولا ديري زيت الكوك فقط لا غير هذه ساهله مهله هذه غتولي ديريها يوميا حتى تحسي بان ديك المنطقه ولات هشيشه ورطبه وبدات كتضمحل اللي بدات نقصي نهار اي ونهار لا من بعد مرات في الاسبوع من بعد مره في الاسبوع كتمي غاده بالتدريج حتى تقطعها حتى تولي تقدر ديريها مره في الاسبوع ايه ومره ما ديريهاش ديك الساعه غتمي غاده بعمليه بالتدرج ما غترجعيش نتيجه عكسيه علاش تميني غادي حنا بشكل هرمي غادي وكنطلعوا تفهمنا ايه قشور البيض وطرف ديال الثوب يكون ديال القطن ومن الاحسن يكون قطن قطن ماشي نيلو ولا شي حاجه قطن يعني داك السليبات كاين نديرو على صبعي ونفزك صبعي بالماء ونهز واحد نغطسو ثاني في قشور البيض وبدا نقومي بشويه ديك المنطقه بوحدها فقط من وراها نمسح بعصير ديال الخيزو او لا نمسح بزيت الكوك فقط لا غير ولكن الا ما بديتيش الكادر تهنض دابا شوفي اسميت هاد السيده هادي اسميتك بنتي فكرني سميتك مينا مينا من مينا شوفي لاله مينا بالنسبه للعالم ديال النظاظر الناس مشاو بعيد وبعيد بعيد يلاه كان الدكتور هنا ديال النظاظر وكاين دكتور اخر وكاين دكتور اخر الحمد لله راه وصلوا مع الناس لدرجه بالنسبه للنظاظر تقدري تلقاي الكادرات ولا تلقاي شي طرق اخرى ما تحطي على وديك العلانيه فكره حتى حاجه وخلي الجمال ديالك وخلي البشره ديالك وخلي الوجه ديالك يبان شوفوا النظاظر اللي كانوا اللي كنا غنديروهم يزيدوا لنا شي جمال على جمال ونبدلوا اللوك نبدلوا شي حاجه اخرى نشوفوا من غير دوك النظاظر شوفوا نديروا شي حاجه اخرى تفهمنا انت تزيد لنا الجمال دكتور نعم سيدي فتح انت تزيدنا الجمال سير بغيت لك رضا وبغيت لك التيسير لامينه وعطيك صحتك يا ربي عجباتك هذه مرحبا ويدي اجي راه الدوباج المعنوي راه واعد احنا معاك لا اله الا الله ربي يخليك ربي يخليك شكرا لك تواصلي معنا وتبغي شي فكره ولا شي معلومه مرحبا والف مرحبا لاله هي 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 الله ربي يخليك الله يكبر بك مرحبا فيك يا لامينه شكرا لك الله يا ودي هذا واجب غادي نمشيو بسرعه نتمنوا اختي عائشه تكون مازال معنا مسيد بالنور يا ربي نكون مكرمه ما تقطعاتش لاله عائشه مسيد بالنور قريبه لينا هذه راه مازال معانا لاله عائشة قطعت مرحبا ماشي مشكل ان شاء الله اختي عائشة عاودي عيطي لينا حنا راه مرحبا غادي نكملوا حديثنا ياك نقدر نزيدهم حاجه اخرى بينهم دابا الخس والخيار وخيزو يلاه هضرنا على الخيزو بالنسبه للسيده مسكينه تمسح بها هذيك الاطراس تاع الاماكن ديال النظاظر ولا اللي عندهم كعبه ديال الصلاه ولا الدينار ديال الصلاه ولا اي حاجه ولا خصو العيالات ما كيبغيش يبقى يبان لهم بزاف في الكعبه ديال الرجل ولا الركبه الاحتكاك تاع الصدى كيتكون لهم لهذا يديروا قشور البيض كما قلنا يقوموا بهم ومن بعد يمسحوا اما بزيت الكوك اما بعصير ديال الخيزو راه دقه
مهبطله فعال فعال, وفي نفس الوقت الجلده ما غطيبش ليهم. واخا نديروا التقشير, داك التقشير ناعم, نعرفوا ان قشور البيض راه قويه ومقشر يعني رقم واحد باش نكونوا واضحين, لان غنيه بالمعادن. رجعوا للوصفه ديالنا, قلنا البيخاق فيها الخس وفيها الخيار وفيها خيزو وفيها معلقه صغيره ديال الحامض, هذه طحن كامل ودار البيخاق على البشره ديالنا ونخليه تقريبا ربع ساعه. وفي هذيك ربع ساعه نعزلوا واحد دقيقه ولا جوج, اما في الاول اما في الوسط اما في الاخر, ونديروا تدليك خفيف على البشره باش نساعدوا عمليه الاختراق. ومن بعد نوضوا يا اما نغسلوا وجهنا ونشفوا يا اما نمسحوا ونتهناو. بالنسبه لعندهم دهون كثيره وعندهم افرازات كثيره وعندهم درجه يعني نقول الحبوب يعني في الجهد ديالو, بلا ما يغسلوا بلا والو يديروا عك التانه يمسحوا بها ويرجعوا ينعسوا, يخليوا ديك ما تبقى يعني لاصقه على البشره يخدم عليهم الليل كامل. دابا نقدر نزيدوا حاجه اخرى سهله مهله, حتى هي نوع من الاحماض. شنو هي؟ الا وهي مطيشه, عصير ديال مطيشه. هذا عصير المطيشه غنديروا به, غنشدوا المطيشه نعصروها ونصفيوها, ولكن اش غنزيدوا معها؟ غنكونوا ديجا وجدنا الليله قبل واحد الكاس حطينا فيه واحد الفص تاع الثوم, خوينا عليه الماء طايب وغطيناه ويبات حتى الصباح. الصباح نشدوه وندخلوه الثلاجه, نحيدوا داك الفص تاع الثوم ندخلوه الثلاجه. ومنين بقيت في الليل ديالنا نبغيو نديروا هذا الماسك ديال البشره ديالنا, ناخذوا هذا, ناخذوا هذا عصير المطيشه ناخذوا له معلقه كبيره, وهذا الماء اللي بيته فيه الثومه ناخذوا له معلقه كبيره ونخلطوهم ونديروا شغل ماشي غير كريم, كسيروم كتغذيه كترطيب البشره ديالنا. هذو الناس اللي فيهم حب شباب اللي مقيح ومشاو بحال مرتبه بعيده, ملي نقولوا مطيشه كنقول فيها واحد الحمض رائع 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 اللي كيصفي ويسودي ويكوي ويعالج ويحد من الالتهاب. راه كيدير نقولوا مطيشه راه كيدير حتى الزوائد اللحميه بحال التولال بحال شي خاله زايده عاتي خرجت بشي بلاصه شي حاجه, الا عطيناها مسيح مثلا بمطيشه يوميا راه كتفسد الضمحه, لان مطيشه راه شوف دابا العيات اللي كيكونوا نقيو الخضره كتجرح ومستها مطيشه باش كتحس الضو كيضربها. علاش؟ لان غنيه بالاحماض غنيه بالاسيد. ومن يقول لك دير لك الثومه, الثومه من هضر على الثومه البارح والبارح فاش مع الشريحه وداك الشيء, علاش قلناها؟ رافع من المناعه رقم واحد وغنيه بفيتامين سي وغنيه بفيتامين بي 6 وغنيه كذلك بفيتامين او وغنيه بفيتامين ا, يعني زائد المعادن نلقوا فيها السيلينيوم نلقوا فيها النحاس نلقوا فيها الزنك, يعني تركيبه رائعه. وكذلك مضاد للبكتيريا ومضاد للطفيليات ومضاد للجراثيم. من نقولوا الثومه, علاش كان الثومه في العلاج الطبيعي المغربي الشعبي النهار اللي شويه كتجي التونه نقول لهم امسح التونه امسح بالثومه, علاش؟ مضاد للبكتيريا مضاد للفطريات. وكنقول حب شباب وخصوصا يكون التعفن راه مرتع ديال البكتيريا وديال الطفيليات وديال الجراثيم زائد القيح وزائد ما تبقى ملي خارج من تحت وطبقه الجلد ناعسه عليه. رحنا رحنا هضرنا على التركيب هادو كاملين, لهذا كنلقاو الثومه في هذه الحاله علاج فعال 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 فعال. وما نساوش ملي نقولوا الثومه هذا المحلول ديالها, محلول تاعها ما يمشوش عقلهم بعيد دير شي حاجه ما حاجه, راه اما تشدوا الثومه نغليوها في شويه الماء, اما تديروا الثومه في كاس خويا على الماء طيب. هذا المحلول راه فعال, نقدروا نديروا العيرات لمن اللي في هذه الفتره ديال البرد وهذه كيكون خمول في الفروه ديال الشعر شقوا به شعرنا, ما تقولوا لي لا ريحه لا ما تريح في هذه الفتره هذه. الثومه والماء على الماء والثومه فقط لا غير. نديروا مثلا كاس مثلا ديال العنبه نديروا في واحد فص واحد تاع الثوم, ما نشقوه ما يشقنا, نشدوه نخشيوه الفص نقيوه ونخشيوه ونزيدوا عليه كاس نعمروه ماء طيب ونغطيوه شي طبيسيل ونخليوه ليله الصباح. الصباح نحيدوا ديك الثومه وناخذوا هذاك الماء. العيارات اللي عندهم مشكل فاش في العجز ديال الفروار, هذه الفتره هذه قلت ذاك النهار راه واحد الخمول واحد العجز جسم انسان كامل راه يعني شعر ما كينبوش. الدليل ان نسمه البرد بسيطه كتقدر تضربنا وتشدنا الكحبه وتشدنا السعله نشدوا الفراش يومين ثلاث ايام كيكون المناعه طايحه لتحت. هاد الثومه الا كترفع المناعه رقم واحد رقم جوج رقم 10 وغنيه غنيه غنيه. شوف سبحان الله الريحه ديالها كي دايره, ريحتها عندها واحد الريحه نفاذه غريبه عجيبه. شكون اللي كيتمشي يتبعها في الريحه؟ كنقول لي تبعها في الريحه في ذاك النفاذ شكون هي؟ هي البصله. البصله كذلك نفس تقريبا في التركيبه راه ولاد العم, غير هذا غادي في اتجاه وغادي في اتجاه. وشكون اللي كيتبعهم ثاني في هذيك الريحه؟ شنو هي؟ هي ماده الكبريت. الكبريت هذا الكبريت الكبريت اللي ماده معقمه ومطهره وكتدخل بزاف التراكيب. لهذا العيالات ولياتي ولا ثمن الرجال اللي في هذه الفتره هذيك الشعر واللي فيه قشره واللي فيه خمله تيولي معكاز الشعر تولي تمشط طيح دمزه يديروا هذا المحلول ديال الثومه يشقوا به شعرهم ويباتوا به, ماشي غيديروه دابا وينشفوه ويشلوا موراه ولا شحال. لا لا تا بغي نعسوا يديروا فابو ويشق به الشعر يماصي به مزيان الفروه يفرك به مزيان ويدير به مساج بالروس على الصبيعه ديالهم بصفه دائريه من القدام للفوق من اللور للفوق من الجناب للفوق كذلك يماصي ويخليه ويدير بغا يدير مسيحه خفيفه يديرها ما بغاش يديرها
كاسكيطو غيتو ولا كاسكيطو ماشي حاجه حتى يدخل بحالته فراشو وينعس بحالته يخلي هذا المحلول يخدم عليه الليل كامل. هذه يديروها على الاقل على الاقل واخا مره في الاسبوع راه غير واحد الفرق كبير 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 كبير. اما اللي داروها وتبعوها بشي زويته بلديه ما صوبيها واسمعني راه تركيبه فاعل لا تركه عقلتي هذه اللي هزينا هذه الوصفه هذه درنا على المناعه وديال العنايه بالشعر مثلا علاش نحطوها حطوها على الوصفه هضرنا عليها ديال الجهاز التنفسي ديال الكحبه ديال الحساسيه ديال الدقه اللي هضرنا على ذاك النهار اللي فيها الثومه في زيت العود في العسل في الشريحه راه نفس التركيز صح من الطبيعه ونخروها بطريقه مختلفه قلتي لنا وتطبخها بطريقه الغريبه وراه وشوف راه يعني الاستدلال عندكم من هنا راه اول مره كدير هذه القضيه ديال ان تبخر بالاعشاب ديالها راني بصراحه حسب تجربتي ما تقالش شي مكان اخر حتى قالت عند لاله فاطمه نعاودوا نعاودوا الفكره ديالها لا مرحبا بهم ناخذوا لاله بريمه ديالنا ونديروا فيها واحد اطر ولا اطرون سالمه وغنجيبوا هاد الاعشاب اللي غنجيبوا غنبداو من مريوت الزعتر ازير فليو النعناع نزيدوا الكاليبتوس نزيدوا قزبر نزيدوا معدنوس نديروا النعناع نديروا كاع الاعشاب الخزامه كاع الاعشاب اللي منسيمه ومغذيه اللي كنديروا في اتاي بابونج كي قلنا كاع الحوايج اللي كنديروا في الحساسيه ولا في الكحبه ولا كاع اللي كطيح في بالنا نديروها في ديك البريمه لتحت ونديروا فيها الماء ونحطوا كسكاس تاعنا ونجيبوا الشريحه الا جبنا مثلا كيلو ديال الشريحه نجيبوا عربعه ديال الثومه جبنا نص كيلو ديال الشريحه نديروا 100 غرام ولا 150 غرام ديال الثومه ونشدوا ديك الشريحه نغسلوها ونقيوها ونمسحوها ونشفوها ونفتحوها بميس وكل شريحه نديروها في صيص تاع الثوم ونستفوا في داك الكسكاس استفوا بشكل شكون كومون ايطوال بحالاش بحال شي نجمه مخبله بحال الشبكيه علاش دجد باش سيدي كيبغيو يديروا الشبكيه داك البخار يدوز يتخلل من خلالها يدوز ما نديروش احتباس على السوائل التحت لا يدوز يتخلل من خلالها تولي هي كوم منفذ ديالو ونستفوها كامله نعمروا داك الكسكاس ديالنا او نشعلوا البوطون نجهدوها من يبدا الطبيخ يبدا الغليان نقصوا داك البوطون نخليوه اش غندير نستافدوا غنزيدوا لنا داك الاعشاب اللي قلنا كامل نعاودوا نقولها لهم كنبداو من المريوت الزعتر خزامه ازير فليو النعناع نزيدوا حتى قلنا الزعتر نزيدوا الخرقوم القرفه سكنجبير قشور بشنيخه سير بكرده بشنيخه قلنا القرفه القرنفل ورق قشور ديال الحامض قشور ديال السيترون قشور ديال الزنبوع قشور ديال مثلا ديال الليمون اي حاجه اللي عندها علاقه بالتنفس والحساسيه والبخار وفيتامين سي وداك الشيء كلها نديروها اش غنستافدوا غنستافدوا من هذاك العصاره هذيك شنو هي ملي كتبدا تبخر اش كطلع لنا كطلع لنا الزيوت الطياره هي سميتها فوق من ظهرها زيوت الطيار يعني في اقل درجه الحراره بدات تبخر هي الاولى وحنا ملي غتبخر هذا الرزق وهذا الخير اللي عطانا سيد ربي حنا اش نصيدوا الخلا وما انا نطيبوا به هاد الاعشاب هذه الثومه وهاد الشريحه هذه تبخر به كنعرفوا ان الثومه بعدا كاين والشريحه راه في علاج فعال وتغذيه كامله الله تعالى يقول في القران الكريم والتيني والزيتوني والزيتوني وطول سنين يعني وطول الامد هذيك الشريحه بوحدها راه فعاله ورائعه وتغذيه ومكمل الناس اللي عندهم حساسيه كياخذوها الناس عندهم دقه ياخذوها كذلك الناس اللي عندهم القبط عندهم امساك ياخذوها الناس عندهم فقر الدم ياخذوها علاج فعال راه سبحان الله تركز فيها ما تبقاش غير وصفات المطبخيه ما كانش ثومه بصله ما كان والو سمحي لي وبلاتي كما قلنا ملي تبخر هادشي ويطيب ومن ندير فورشيت ديالنا نخشيوها في ديك الشريحه تولي بحال شي زبده ونطفيو عليها ونسوسو داكشي في السوبر ديال الزاج ونجيبو زويته بلديه نديرو عيننا ميزانه والعسل كذلك عيننا ميزانه درنا كميه كبيره نديرو رابعه ديال الزيت درنا كميه متوسطه نديرو واحد خمسه معالق سته كذا كاس نص كاس عينو ميزانو كذلك العسل ونجيبو الضراب ديالنا الضراب ديال الكهربائي ونضربوا هادشي كامل تيولي بابا كوفيتير دقه واحده او نديرو في قرعه ديالنا وندكوه مزيان ونديرو في الثلاجه هذا الله يجرو بقات 10 سنين ديك الثلاجه ما يخافوا منه ما والو علاش اول حاجه فيه داك العسل ماده حافظه والزيت هو كذلك كيزيد يركز ويجمع العناصر زائد ذوك الزيوت الطياره مشبعه بهم راه كلها معقمه ومطهره زائد كتحتوي على خصائص علاجيه وغذائيه ويولي يخدمنا وليدات صغيرين معلقه صغيره والناس الكبار معلقه كبيره وخا واحده في النهار في الصباح ياخذوها واسمعني ديك الساعه راه تبارك الله الجسم كتعطيه دوزاج مناش من المواد المغذيه ومناعه وقوه وتغذيه زائد حوايج كتسرح الجهاز التنفسي. شكرا على الهديه شكرا على كل المعلومات على الوصفات الزوينه اللي كنتقاسمها معكم بشكل يومي من اثنين حتى الخميس من خلال فقرتنا فقره الاعشاب مع الاعشاب. وهكذا نكون وصلنا لختام حلقتنا ديال اليوم صراحه ما تنسخاوش بكم ولكن موعدنا يتجدد ان شاء الله في الايام القادمه باذن الله مع احلى المواضيع اللي كنقترحوها عليكم وحتى انتم اللي كطلبوها من خلال ارقامنا التواصليه. بقيت اوقات ممتعه مع باقي برامج اذاعتكم ام اف ام. تهلاو فراسكم شهيه طيبه للجميع.